مساء الخير اخواننا حبايبنا. طبعا مطلعين مخلطين في ابو سميح نجرب الحمامات. طبعا بصراحه يعني انا ما بديش اطلع بدري بس انجبرت لاني ما تفرجتش على الساعه بصراحه. كان موعد ابو سميح خربنا عليه حماماته لانه حمامي لسه الصراحه ما بتطلع. حمامي لسه ما بتمشي ما بتطلع، عرفت كيف؟ فبما انه ربطنا قلنا خي ايش خلينا نجرب الوضع فيهم. طبعا حمامات هي معزلات حالهن تقريبا فيهن 38 هيك شيء 38 40 حبه الله اعلم، لاني مطلع معهم 13 زاجل و26 ايش كشميري. شوف كيف فكت وراحت قلبت. هاي حمامات عزلن حالهن، شوف حمامات عزلن حالهن. قاطع ابو سميح اشي اصفر تمام. هاي هاي حمام نشيطة بس لسه مش احنا مش بمرحلة انها تمشي، مش لدرجة انها تمشي. ركزوا معي يعني انه نمشيها هسه فوق، اذا مشيت تمشي بكيفها. اضغطها زيادة على اللزوم ممكن اضغطها يا اخوان، بس بتخوف الحمام، بتخوف من ناحية ايش؟ عادي طبيعي ممكن ترجع مضروب لك طير طيرين تمام؟ بس احنا تجربة حلوة. هاي الحمام قطعت، فكرة كثير منيحة انها تقطع كل هاي الحمام، حمامي تطلع كلها. ممكن يكون مقطوع لي اشي، ممكن يكون مش مقطوع لي، بس فكرة كثير حلوة انك تكون خلطت في ابو سميح وطلعت حمامك تقريبا شكفة كاملة. اذا مقطوع لك طير او طيرين مش مشكلة، بس برضو انه ايش الحمام حافظة بعض، هذا بيدل على انه الحمام حافظة بعض وامورها تمام. بعدين احنا قاطعين بوز كمان عشان تكونوا عارفين، وقاطعين طير ابصر مزهور احمر بدنب، مزهور اصفر بدنب، مش عارف طبشير اصفر، مش مركز تمام. هاي الحمام زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها فكت عن ابو سميح وطلعت بلشت تروح في العالي. طبعا فيها مشفر مغبر جديد. صلاة النبي، الحمام لسه قاعد تتنشط يا اخوان. زي ما قلت لكم عكوم حارة، لو يكش محمد ويكش ابو سميح ويكش اللي وراه ويكش اللي بجنبه ويكش اللي وراه هان ويكش الاثنين اللي هان، يعني انت بتحكي عن 5-6 كشيشة. لو كل واحد طلع 20 حبة هاي 100 طير تمام. فيعني انا كوم حارة هاض هاي قوية تعتبر ككوم حارة، لكن فوق يا اخوان اللي انتم ما بتعرفوهوش بلاوي زرقاء بتصير تمام. فوق بتصير بلاوي زرقاء الله بيعلم فيها. عشان هيك لما بدك تطلع في طيرك فوق اذا مش واثق فيه 100% لا تطلعه. ومع ذلك انا بغامر في هاي، يعني بحاول اضغطها انها تطلع تمشي. بصراحة بحاول اني اضغطها انها تطلع تمشي. يا باي كتفي راح، كتفي اكل هوا، مش قادر ارفع التلفون والله يا اخوان. اثنين المنامير معي هيوم ما طلعن. طبعا ما بعرفش شو مقطوع لي بصراحة، بس انا قاطع لابو سميح طبشيري هيو اصفر، طبشيري اصفر قاطع له، وكأنه فيها بوز. شفت لمحت بعرفش، شفت فيها بوز، بوزين هيوم ما، بوز احمر وبوز مغبر. قاطع له ثلاث، هو اكيد قاطع لي اشي، يعني مستحيل يكون مش قاطع لي اشي. وهسه بعرف لكم انا بدي افقد يلي ممكن ينقطعه، والله الممكن ينقطعه في واحد منهن كشميري، يا اما الكشميري اللي فتله يا اما الكشميري الثاني اللي بضلوا يرمي تمام. بس حلو انك تجربه مع ابو سميح صاحبك انت وياه مش صيد، امورك 100% لوز. شوف الحمام نشاطها حلو، بس في اشي مثقلها، عرفتوا كيف؟ ان شاء الله لقدام شوي ببلش اخفف منها، بس انا بدي حاب اني امشيها هيك. طبعا نطلع معها زواجل عشان تكونوا عارفين، فيها الزواجل ال 15 اللي هان 13، قلنا خليهم ينشطوهم شوي. شوف 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 تلحق، حمام نشيطة بس يا اخوان فيها اشي مثقلها، ممكن يكونوا تبعين ابو سميح وممكن حمامي. ليش؟ لانه حمامي لسه ما عندهاش القدره قلنا لكم والكفاءه والنشاط والجراه انها تمشي جوا، ما عندها. هذا كله امتى بصير معلم؟ بصير كله مش هسه. قرقاطي كمان معي، قرقاطي ابيض. اوه ابصر ايش ابو سميح قاطع لي بصراحه ما بعرف،
بس هي الحمام هي الطايرة وهو شادد وأنا شادد، لأنه إحنا مش صيد يعني، ما لكش مصلحة إنك تحطط. لا والله هي الكشميري في الفتلة، هي كأنه الكشميري اللي بيظله يفلت اللي بيظله يرامي، هذا هو اللي مقاطعه أبو سميح. طبعا نشيطة بس النشاط على الفاضي يعني، في الحارة، في الحارة عرفتوا كيف نشاط الحارة الفاضي. طيب اخوان نرجع ايش، بنرجع لكم بس نشوف كيف الوضع بيصير. ممكن اثقل واخش بالثقلة كلها مع ابو سميح، وممكن اظلني طاحين للمغارب عبان ما ايش اشوف شو اخر نفس الحمام. طبعا انا مش عارف اي ساعة الصراحة طيرت الحمام، بس الها فترة يعني، لنا 5 دقائق بنصور يمكن، وقبل يعني قول لنا 7 دقائق بنصور، وهينا مستمرين يعني. الحمام اللي ممكن افقدها بصراحة موجودة، يلي يعني ممكن احكي هذا ممكن ينصاد، هذا بخوف، موجود تمام. باقي ما باقي صراحة كشامرة يعني مش هفكر انه ممكن يحط عند ابو سميح، ولو حط ابو سميح حيطيره، وهو مش هيحطط الا لما يطلع حمامي كلها منه. هي عرفتوا كيف، هو مش هيحطط الا لما يطلع حمامي كلها منه، معي الطباشير تبعه ومعي قرقاطي وبوزين. كويس الشفر المغبر كثير منيح، مع العلم انه صمايته مقصوص نصها طالع نصها، قصيتها انا في المقص. هاي القرقاطي بده يطلع، هذا بده يطلع من ابو سميح. في لي كشميري من السود ولا هيهم الاثنين موجودات؟ والله ما انا عارف الاثنين والله موجودات، الثلاثة الشاميات موجودات. يلا خليكم معنا يا اخوان نرجع لكم. بلشت تلعب، بلشت طلعت الحمام. بس لسه ما عندهاش الجرأة يا اخوان، الجرأة مطلوبة في الحمام، الجرأة مطلوبة في الحمام. الجرأة مطلوبة في الحمام. يعني انا جريء مع الحمام، بقولها روحي، هاي انا قدامكم انا قاعد بشد عليها بقولها روحي، بس الحمام لسه بدها اقولها روحي انا، ها يعني انهلكت وانا بلوح. طبعا يا اخوان هذا الحكي لسه ما سيبك منه لقدام الحمام، بتقول لك انا جاهزة اكثر فاكثر، تعطيك نشاط، بس لسه احنا يعني لساتنا ها في البداية يعني. ثاني يوم بنطلع موعد، أو ثالث يوم بنطلع موعد وتدريبي، مش موعد رسمي، تدريبي يعني، ها يعني بنحاول نضغطها. والمشكلة الجو مش مساعدك، الجو مش مساعد يا معلمي. من رابط معي 3 طيور لأبو سميح لحد الآن، أبو سميح أكيد رابط لي عشي، بس أنا مش عارف، مش فاقد إشي بصراحة. شوف نشيط الحمام، بس ننقصها الجرأة يا اخوان، الجرأة وينها الجرأة؟ الجرأة يعني انا بقولها ممنوع تحطي، انا هيني قاعد بقولها ممنوع تحطي، بس بنفس الوقت في اشي بيرجعها، لازم نكتشفه اللي بيرجعها ونضبه. بس المشكلة كلها جنح واحد يعني، هاي فيها طير لابو سميح طباشيري اصفر، هذا بيضلوا يرجع مش مشكلة، تعبان بكون لانه ابو سميح مطير قبلي بنص ساعة ولا بساعة، انا هسه طيرت ماليش كثير. طبعا هذا كله دلع، هذا المطار دلع، اصبروا علي بس اقول لكم انا هيك انا ما اقول لكم انا هيك مكيف من حمامي، مكيف على مطار حمامي، اعرف هيك انا مبسوط، انا هيك مش مبسوط، انا هيك بصراحه مش مبسوط بالمره، مش مبسوط ولا مبسوط بشلن هيك. لما تشوفني اقول لك انا اليوم مبسوط من الحمام، خلاص اعرف ان الحمام صارت 100% ان شاء الله. هيك احنا لسه قاعدين نطحن باللين، قاعدين بنوعي، اعتبرها لا تعتبر لي هذا تطير موعد، انا الموعد عندي لما تروح تخالط جوا، تنتش وترجع زي هيك، هذا الموعد عندي. قبل ما كنتش فاضي، هسه فاضي للحمام، بقوي ايش ما بدي، بطير ايش ما بدي، وبصايد مين ما بدي، اموري تمام، حمامي بتقوى موعيها، وان شاء الله نكون امورها تمام. ولكن امتى بنكتشف؟ بس نجربها، لسه ما جربنا يعني، عالي طبيعي ممكن هسه ينفقع لك 5 من هاي، دير بالك. بس انت برضو بتجربها، انت مطلعهم عشان ينصادوا، ها انا بقول لها روحي بديش اياك، ها شايف. يلا خليكم معنا. طبعا معانا عنابي اصفر قوي، طبعا
بس لابد لبده كلبة، لابد لبده يعني حيوانة، عشان هيك راح نعمل له هاي الحركة، يا بصحى وبطلع يا إما بقى في نص الحمام. شوف البرمة، شوف ولسه انت شفت شيء، انت لسه شفت شيء. شوف البرمة، شوف مديقها لسه قاعدين بنعلم. العناب الأصفر هذا قوي كثير يا إخوان. هيو لصاحب إلنا ساكن فوق، أنا وياه مش صيد يعني، ساكن غاد أنا وياه مش صيد، بس قال لي على المحطاط بطلع أبو يوسف، بدنا نجرب نشوف. هيو عنابي أصفر، فكرت وكنت مفكره لو بسميح طلع الأجار إلي تحت وأنا مش عارف. شوف البرمة يا كبير، أجت معنا برية لسه. هاي برمة، ها لازم برمة زبالة، اوعى تصدق انه هاي البرمة منيحة يعني لسه. انت شفت شيء؟ الله يا زلمة لا خليك، اذا بتطلع عندي على السطح تتفرج على البرمة تدوخ. لسه هذا دلع 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 حمام هذا اسمه. كل سنة بنقول لكم تفرجوا على الحمام هسه وتفرجوا على الحمام بعدين. الله يرزقهم طبعا هدول الشباب يلي بيبيعوا بيشتروا، بس يعني قاعدين بنصور فيديو والله العظيم. قاعدين بنصور فيديو اثنين ورا بعض اجيتوا يعني مش منطق. نظلنا طحنين عليه اكبر وقت ممكن للعنابي، وبعديها ايش يا معلمي؟ بنشوف كيف مخاته، بنحطط فيه يا بقعود بحط يا بطلع. خلنا نعطيه ضربة بس، طبعا الضربة مش له، ضربة لحمامي بس عشان تنام شوي. أوي في إلي زواجل بتطلع، طلع زاجل وكشمير بيطلع ويروح يسوقه. طلع ما شاء الله البرمة، صلاة النبي، صلوا على النبي يا إخوان، صلوا على النبي. لسه الحمام ما اشتغلت عليها صح والله العظيم. طلع شوف أنا هساها، هاي اللويحة وقت الحاجة فقط، وهي الحمام طايرة زي الحلاوة. حمام طايرة زي الحلاوة، البرمة 100% إن شاء الله. يعني الله لا يوقع طير تحت إيدك في البرمة هاي على البواز والشفار. هاي العنابي معنا، طبعا العنابي قوي يعني قوي قوي قوي، دير بالك وكاشف بيته على الأغلب. البدي أيوة، كومي 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 هيك حالك، خليك زي اللوز. شوف ما شاء الله صلاة النبي شغال عليه شغال عليه شغال عليه. مشكلة كيف بدي يطلع هذا الطير، يعني لو بدي أطلعه لصاحبه كيف بدي أطلعه؟ لو بدي ظلني أحطط فيه بديش أحططه، بدي يطلع لحاله بصراحة، بصراحة بدي يطلع لحاله. أنا دخت وأنا قاعد بلف مع الطير أقسم بالله. بس هو قال لي على المحطات بطلع منك، يعني هذا اللي خلاني اتشجع واصوره الصراحة. يعني بدي اشوف، بدي افرجيكم المخ كيف مخ الطير لما يكون مجرود صح. طلع راكب براس الحمام، لا 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 هيك بزعل منك، هيك بزعل منك على الاخر. بدناش اياها تحط الحمام. كشمير الشامي القواد تعب، كشمير الشامي تعب، عشان هيك لازم نعمل تجديد نشاط. طلع الكشميري هذا حرام، فاتح تمه نص متر. ايه هذا كاين طاير، حلو 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 حلو. النغل الاحلس الاحمر الاحلس، النغل الاحمر كان طاير كويس الحمد لله. العنابي بلش يوعى، مش مشكله بلش يوعى ما بلش يوعى، احنا برضو احنا بنلين حمامنا يا معلمين، عرفتوا كيف احنا بنلين حماماتنا. شوف 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 شو عملت، شوف 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 صلاة النبي، قلبت قلبة حلوة، عجبتني القلبة هاي ما شاء الله صلاة النبي. هاي العنابي بلش يصحى، شوف 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 العنابي بلش يصحى، بلش يميل، بلش يأخر الكبير. شوف سقرت قوي ولك.
زلمه. حلو 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 حلو. شوف 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 طلع خلاص عرف. بقول لك انا رايح فين. وين انتو؟ فش محطاط، فش محطاط يا حبيبي، فش محطاط. هذا هو التدريب، هذا هو التدريب. برمة بس مش برمة سيكو سيكو. هاي هيك هيك، هاي سيبك منها. هاي الحمام بتبرم هيك هيك، هذا سيبك منه. اذا البرمة ما كانتش قفل هيك، قفل محكم وسرعة جناح، سيبك منها. هاي مش برمة حبيبي. قول له انت بتعرفش تكش، اصبر على البرمة لسه. هاي ولا شيء يا زلمة، هاي والله العظيم ولا شيء، اقسم بالله ولا شيء. اصبر علي بكره بتشوف. يا الاول مرة بتابعني، يا الاول مرة بتابعني بضحك علي هسه، بقول له يا زلمة بيوسف هاي برمة وبرمة حمام زمان برمة. اسكت بيوسف فضحتنا، هيك حيقول. انا متاكد، انا متاكد يعني بتابعني من زمان راح يقول لك هاي برمة وبرمة حمامك زمان قوية برمة. بس انا بقول لك اصبر علي يا صديقي العزيز، مش وراك، اصبر يا زلمة. والله العظيم الصبر مفتاح الفرج. ها هينا، شو ورانا؟ هينا ندلع الحمام، خليها تبرم 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 تبرم. هي هاي الليونة الصح، سرعة الجناح بعديها تشتغل عليها أكثر فأكثر. بس إحنا للأسف يا أصدقائي اليوم مفروض نريحها، عشان هسا تذكرت إنه في عنا جلف قراقطة أو مسود قراقطة لازم نطلعه نكشه. زائد في عنا الهومر اللي عليه تحدي هذا، أنا يعني مش عارف إذا راح يقعد ولا لا، أو يمكن ما يطيرش تمام. ولكن احنا عندنا تجربه فيها يا الهومر. تعال حبيبي انا بحبك يا الهومر، فاسمع بالله عليك، اذا انك عن جد طير حمام وقوي لا تشرد. اذا انك طير حمام وقوي لا تشرد. فعليا يا اخوان انا الي زمان مطير الحمام، فعليا انا مطيرها بجوز على الخمسة الا ثلث، الساعه خمسة وشوي لسه ما حطت الساعه خمسة، سوري شو خمسة الا ثلث، اربعة وثلث. اربعة وثلث، سوري اربعة وثلث. والساعة هسه لها والساعة هسه خمسة، يعني لها 40 دقيقة الكشامرة فعليا طائرات، يعني مطار حلو كويس منيح مش عاطر. طبعا انت مع مع الحركات والتسهيلات مع الحمام والضغط ليل مغارب في كشمير، هي يريح هناك. شوف هذا اللي بحكي لك عليه، الضغط ريح. هل هاي عيب؟ لا مش عيب، بكرة هذا بصير يخلي لك الحمام اللي بتيجي معك تريح من التعب، تنزل على البيوت. هاي اجي شوف، فش معلم، ما في ما في كمبيوتر. اذا فسدت يا معلم تكتب لك، اذا فسدت يا معلم في يوم من الايام تقعد نص دقيقه وبتيجي، لانك اذا ما جيتش راح تنحرم من العشاء. لا يا حبيبي، عشاء مين؟ لا باجي. عرفتوا كيف؟ طبعا بصراحه ما بعرفش شو فاقد، بس ان شاء الله المساء بفقد وبشوف تمام من الكشامره بالذات. طيب خلينا نطلع الهومر، خليكم معنا. طبعا طلع الدجل بدنب، طلع المكب الاصفر او اليهود الاصفر، وطلع الهومر. والهومر هي الدجة. طبعا وضعك فزدق انت، فش فيك حيل تطير. الهومر شوف زي الحلاوة ما شاء الله. هيها هلا عليك يا حبيب الأردن، بالله عليك لا تضيع. تعي 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 تعي. الله هومر محترم. طبعا هومر دنب أزرق. تعال وما تكونش هاي نظرة الوداع. تعي انزل وخليك مؤدب، انزل وخليك محترم، عشان اظلني احبك واقدرك واحترمك. بالله عليك لا تشرد. تعال بالله عليك. تعي حبيبي بالشال الله انزل. ايوه شاطر يا زلمه، انا عارف انك راح تنزل بس بعمل جو هيك. شوف خليه يدوق العلف على الارض يا اخوان، ما شاء الله يعني معوال محترم للطير. تعال تعال الهومرات، تعال والله اني بحبك. تعال تعال خد 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 الدلع الدلع الدلع، بس تشردش بالله عليك. والله يا اخوان انا اقول لكم شغله، انا بصراحه ما بخافش من طير قوي وبحب الطير القوي، بس يعني اللي اعطاني اياه وبعني اياه يعني قال لي قوي قوي دير بالك حيشرد منك ابو يوسف، وكشه. واذا كشيت اذا كشيته إذا كشيته صور لي أنك كشيته، يعني شوف لأي درجة صاحبه واثق فيه إنه الطير مستحيل يلف لف عندي. ما بعرف طلب الهومرات، إحنا الزلاب ما بنخافش. أبو الهومرات راح أسمع، إذا بتنزل بجوزك طيرة. يلا طفز يا معلم أول إشي. اسمع هذا الهومر سيبك منه معلم، شكله قصده على الهومر قبل 14 سنة.
الحق يلا. لا يا اخوان تطير فيه اشي غلط، معقول مستدقل؟ خلينا نفترض انه مستدقل يعني، بس مش هيك يعني. تعي 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 تعي. طيب بنعطيك فرصة، بنعطيك فرصة. تعي 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 تعي. نعطيك فرصة أخرى، تعال محاولة أخرى، تعال محاولة أخرى يا أخوان. خليني أجيب الترايبو التحت يا زلمة. كيف بدي أثبت التلفون عشان ألحقه بالطارة؟ مش عارف خلص. هو إحنا لازم نجرب جناحك يا زلمة، على الأقل كل برمتين ثلاثة نعرف إنك طير حمام. هيو مبارح فكيتك يعني، مفروض جناحك أموره لوس. هاي كشميري كشميري كشميري، حطي كشميري إلي هذا. والله كشميري بس أبصر إلي ولا لا؟ والله ما أنا عارف. لا لا مش إلي، لأبو سميح. تعي 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 تعي. خليكم معنا لنشوف شو وضع الكشميري هذا، بعديها بنرجع لكم الهومر. اخوات طيرتو طيرتو، أيو الغالي طير براس الحمام وحاير. اوعى تصير داير بين الحارات حاير ويجي حطوك طميصة يا معلم. لا الحمد لله فشلنا بحارتنا طميصة، والله كلهم محترمين ما شاء الله. الله ما شاء الله عسل يعني عليهم. طاير الغالي طاير، هيو اعلى واحد فيهم طلعوا يا اخوان. هيو 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 طلع طلع هيو هذا هذا هيو هي مسك راسه، شايفين اول واحد براسه هو هذا زلمة. تعال تعي يلا. تعا يا غالي، ضليت تحط اقومك وحططك، هيك كان التحدي عليك. هيو هيو يا هيو يا علي شايفه، هيو يا كبير. لا اطلع الرفصة خاوة، بدي اياك تفرجيهم انه انت اسقرت بس كنت ايش تدلع. هيو الطير ما شاء الله عليه. هسه يا اخوان راح نطلع الجلوف ما شاء الله. تعا يا كبير، عندنا شفار وجلوف هون، اتفضلوا الى السطح يا غوالي. واللي عنده جلوف زينا وحياة الاردن لاقول له يا عمنا، بس لاقول له يا عمنا. شوف 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 النظره الخاطفه هاي، صل على النبي بس يا غالي صل على النبي. اللي عنده جلوف الطيور حمام زينا نقول له يا عمنا. هاي يما الجلوف قدامك. ابو يوسف صعب التقليد، ابو يوسف واحد بس، ابو يوسف واحد بس، ملك للطيور ملك الحمام. اكتب هاشتاج هيك، حط علامه الهاشتاج ابو يوسف واحد بس. يلا اللي بعزني وبحبني يفوت بالفيديو هسه يكتب، يحط هاشتاج هيك بعدين هيك ويكتب ابو يوسف واحد بس. اكتب واحد واحد بالعربي بس، تمام؟ عشان يا اخوان احنا ابطالها لحد ما ايش نبطلها. تحياتنا لشادي الشيشكو واخواننا المصريين يلي بتابعونا واصحابنا اليوتيوبر المصري، بس هاي الكشة لعيونكم. روحي جب جب جب. بس 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 بس. الحق ولا الحق. شوف صلاة النبي كم جلف على الرفصة، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، خمسة جلوف، خمسة من يعني في عشرة طائرات. تعال حط 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 حط. تعال 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 تعال. خلص مش مشكلة روح هناك مسامحك. في عشرة طائرات من الجلوف. شوف صلاة النبي، شوف الجلوف، شوف وإحنا بنلعب يا معلم على المكشوف. طبعا تليين هذا، إحنا عشان محدش يقول ليش بتطير وبتحطط، عشان إيش قبل ما تفكر إحنا بنلين، عرفت يا حبيبي؟ في الجلف الجديد هذا، في الجلف الجديد يخوف صراحة. وينه بس مش عارف وينه هسه، وين راح ينزل على السطح هان ولا يغليها ولا وينه ما بعرف. هايو حط هايو هاي هاي على الرفصة. أيوة الله عليك أبو يوسف ملك التقعيد، بس وديد ديد أبو يوسف ملك التقعيد. هيا جاني مسود القرار. حط يا غالي حط حط حط. الله يبعد علينا العينين، الله يبعد علينا العين. اللهم آمين اللهم آمين. حطت 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 حطت. الحمد لله. هيك أنا بقولكم إن شاء الله أسبوع زمن وكل الحمام هاي إن شاء الله بتلقاها عصافير بتطير على البرمة إن شاء الله، تمام؟ إن شاء الله يا إخوان يعني يكون الفيديو هذا جميل، استمتعتوا فيه، فرجيناكم فيه تمشاي سقل طحن كرش او جرد
أو تليين شو ما تحسبها تحسبها. هذا الفيديو كان شامل للكش تمام. طيب ليش أبو يوسف بتصورش بالزق؟ لأنه مش موسم زق، إحنا شغالين على المواسم يا معلمين. واستنوا حلقة راح تكون فريدة من نوعها. اشتريت طير من الحمام النادرة في العالم، يعني يصنف من أندر الحمام يلي موجودة، بدناش نحكي في العالم، في الأردن يا كبير عشان ما تزعلش، من أندر الحمام الموجودة في الأردن. ممكن يجي واحد يقول لي في عندي ابن عمي جوز زيه، طب ابن عمك عنده جوز واحد زيه، هات لي 20 واحد عنده جوز زيه. بقول لا والله ما عنديش، بس ابن عمي عنده جوز زيه. فيا صديقي قبل ما تحكي ابحث عن النت على اسم النوع اللي راح احكي ان شاء الله في الحلقه الجايه، وبعديها احكي، بعديها قرر اذا انه فعليا نادر ولا مش نادر. وبسلم عليك نادر وبقول لك انا مش قادر، ويعطيك العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولك تعلم من شان الله، تعلم شوف تعلم. هي 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 جلف طوله متر ونص فوق سطح فوق سطح الارض، متر ونص فوق سطح الارض. والله العظيم يا زلمة، والله العظيم لا تطير خاوي على الهومر، روح على يا الله لعيونكم بس هاي. يلا نشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة وترندات جديدة، بس مع أبو يوسف ملك التجديد. يعطيكم العافية.